مشاهدين جريدة عبير، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من جامع الدار العامري، بالضبط من دوار ولاد بن الحسن. إذن غرق شاب في العمر ديال 16 سنة بعدما جاء من غلالته من أجل الاستجمام، ولكن الآن كما كتشوفوا البحث لا زال جاري على هذا الطفل، على هذا الشاب اللي تيبلغ من العمر 16 سنة. إذن كما كتشوفوا حضور العائلة ديالو، كذلك الأهل ديالو، كما كنشوفوا الآن الأهل أو الناس ديال الدوار، الشباب اللي كيقوم بواحد العملية كبيرة من أجل إنقاذ هذا الشاب ويخرجوا من هذه الساقية. فوقاش وقع هذا الشيء؟ هذه هي شي ساعتين دابا ولا ساعة؟ ساعتين ما كان تقريبا ولا ساعة، ما جاوش البومبية؟ مازال ما جاوش. ها الدوار راه سلف بالعرس وجا. دوز معنا؟ السلام عليكم. السلام ورحمة الله. شنو وقع هذا الدري؟ هذا السيد جا من الغلالة، تيقولوا الدري من الغلالة وجا لهنا تيعوم، هادو اللي هادو هما اللي طيحوا، ها هما هادو هما اللي دار بهم وهبط، تلوحت به وهبطت به. اول مره هذا الشاب تيجي لهنا؟ هذا ماشي من عندنا، من الدوار. الدوار هو اللي جا دابا تيقلب، واحد راه ما جا من المسؤولين. الدراري هذا شكون هما اللي هبطوا؟ هادو تيقولوا من زهانه ولا الغلالته. الدراري اللي هبطوا هادو، اي هذا اللي مشى منهم، والدراري اللي كانوا معاه راه هما جالسين تمايا. ها هما لقاو. اذا يا وطيب. ها هما لقاو. ها هما لقاوها. إذن حضور ظهور السفينة ديالو ها هو الآن. زيد 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 أحسن زيد. ما شفتوش احتراما يعني هو. إذن احتراما لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فأتيتناكم مشروع عثور على هذا الشاب. اذا احتراما لهذا الجثة، اثناء الجثة هذه اذا ما كتبوا ما كتواجدوا في جامع الدار العامري بالضبط من ولاد بن الحسن. يعني فات اثناء هذه العثور على الشاب، فات اثناء هذا الغرق ديالو من ولاد بن الحسن. استنفر امن كبير، استنفر امن كبير هنا. احتراما احتراما له، بغيناش اننا باش نوريو. اذا استنفار امني كبير. حيد حيد. اذا تم العثور على الشاب اللي غرق في هاد الساقية بجماعة ولاد دوار ولاد بن الحسن. اذا استنفار امني كبير. احتراما لهذا الشاب هذا. تبارك الله عليك اخويا، خويا الله يعظم الاجر. تبارك الله عليك خويا. شنو قال اخويا؟ مسكين مسكين، كان جا مع شي دراري ولاد عمو، راه مسكين غرق في الساقيه ما شافوش، كانوا مدارين له بويد زاد صاع مسكين. شفنا مجهود كبير انتم في هذا الشيء اللي متسابح، حنا كاع معاكم مع اي واحد هنايا مسكين تجيبوا الساقيه تنتعاونوا معاه، الله يحسن العون. حتى حنا ميتنا خوتنا هنا في هذه الساقيه، هذا الشيء اللي عطى الله اخويا. الله يصبر والديه، الله يعظم اجرهم. شكون يعلمكم؟ احنا كنتعلموا راسنا اللي زاد. شكون عندكم كان الدري غرق؟ صحاب ولاد عمو كانوا معاه مسكين. مزيان مساكن. كانوا معاه مساكن خوتو كانوا معاه. والله شي ساعة تقريبا ولا جوج سوايع. مدة كبيرة درتوها باش. هادشي اللي مقسم الله احنا درنا اللي وجدنا، والله يعظم الاجر، الله يعظم الاجر اخويا. الله يعظم الاجر اخويا. الله يعظم الاجر. امين اخويا. الله يحفظك. الدري راه من العائلة باقي صغير مسكين ما عرف والو اخويا. أول مرة كيجي لنا مسكين. لا إله إلا الله، أول مرة مسكين باقي صغير ما عرف والو. كاين الدراري شيعرفوا يعوموا، ولكن الدري باقي صغير مش عارف ليه يعوم له. واش هاد ما كتسكتش كل عام الزمن بوه هذا المغرب، واش الزمن بوه استغفر الله العظيم. عندي الرب. مسكينة مسكينة. الله يسلم. إذا كما كنشوفوا حقيقة حالة تدمي القلب بعد غرق هذا الشاب. إذا كما كتشوفوا غياب ديما تنقولوها، غياب المرافق العمومية، غياب المسابيح. اليوم جا الدري باش يستجمم، ولكن جا الدري اليوم باش يستجمم، ولكن الأقدار فعلت ما أرادت. اليوم جا الدري باش يستجمم في هذه الساقية. كنعرفوا ان فصل الصيف مدينه السمك تعرف موجه حراريه كثيره. ها وليدي شوف
إذن السلام عليكم. الله يحفظك خويا. دير بخير هاني. الله يحفظك الله يجزيك. الله يحفظك على اختك. إذن دائما تقول غياب المسابح غياب المرافق. اليوم هذا الشاب اللي جا من واحد المنطقة ديال غلالتا من أجل الاستجمام. كنعرفوا أن مدينة سليمة كتعرفوا درجة الحرارة عالية. جا مسكين باش يستجمم من فهاد البلاصة هذه ولكن القدر فعل ما أراد. إذن دهور حضور جماهير كبير شفنا أن التدخلات ديال الساكنة ديال الدوار يدخلوا واحد التدخل عاجل من أجل إنقاذه ولكن لله ما أخذ ولله ما أعطى. إذن حقيقة هاد اللحظة ملي جبدوا هاد الجثة كان في ظروف صعبة. السلام عليكم. الله يعطيك العافية أخويا. لا حول ولا قوه. اذا هاد السكي دائما كتعرف المشاكل كتعرف دائما حاله غرق ديال الشباب اللي كيجيو حتى هما باش يبدلوا يستجموا وخاصه ان فصل الصيف مدينه سليمان كيعرف درجه حراره كبيره. خويا دائما المشاكل اللي تلقاها هنا. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل معنا. مره تتوقع المشاكل. الدراري راه تيجيو برانيين هما اللي تيديروا المشاكل. اما ولاد البلاد راه كلهم عارفين. دابا ولاد المنطقه عارفين الساكنه. هاد الدراري ماشي من مساكن. ماشي من هنا. واخا اللحظه ملي سمعتوا بان الدري غرق كيفاش كان الشعور ديالكم؟ حتى حنا راه عندنا وليداتنا حتى حنا راه تحمسنا حتى حنا ما حد لين ما غطسنا ما حد لين ما درنا. حتى دابا جمعوا الشباب هما جبدوا. شفنا الوقايه المدني ما جاش الانقاذ شفنا الناس ديال الوقايه راه ما كاينه. شفنا تبارك الله الدراري هما اللي جاوا ولاد الدوار هما اللي ولاد الدوار هما اللي ولاد الدوار ولاد المنطقه هنايا هما اللي كاينين. اش كاين؟ ماشي حاجه اخرى ما كاينه. هادي هنا هنا حتى شفت هذاك الكلب ديال السباحه حتى هو هبط واقيلا حتى هو تيشمشم عليه. هذاك الكلب ديال واحد الدري تي تزاوط تما. اش بغيت تقول لهاد الناس اللي مثلا ما تيكونش الله يصبرهم على الدري هادشي اللي نقول لهم انا الله يصبرهم الله يصبرهم على الدري اللي نسى. والله الا عرفتي كل اللي كان ترعد. والله الا كل اللي كان ترعد. راه جا عندي للدار تيغوت اخويا نطمن نعس نجرب. نتمنى تزاوطنا ما حد لين ما سبقنا ما حد لين ما درنا. الساقيه ديال مد الحسن وتنطلبوا الله يصبر هذا. ما عمرك لقيت شي حاله ديال الغرق هنا؟ مره هي تقريبا شي ثلاث سنين باش وقعت هذه الحاله. دابا هي وقعت الحاله. دابا شكي هو ماشي مود المنطقه ما عرفش واقيلا لان المنطقه غرقت. ما عارفهاش مسكين الدراري داروا لبواز زلق من لبواز مشى هو ما سحبهاش غرق هذا الغرق. اذا كما كتشوفوا هاد الساقيه المعروفه هنا بمنطقه ديال الواد الحسن تابعه لجامعه الدار العربي. اذا استنفار امني كبير شفنا التدخل ديال الشباب ديال المنطقه يتدخل حقا من اجل انقاذ هذا الشاب والطفل ولكن الاقدار فعلت ما ارادت. إنا لله وإنا إليه راجعون. كون كان دابا الناس ديال يترناجو ولا كان هذا ما يبقاش هذا المشكل ياك. وين راه وجدوه. وكان كانوا الدراري شي عرس واقيلا. كان عرس. السلام عليكم. تيجيو السلام عليكم. مرحبا ما كاين مشكل. تفضل اخويا. الناس هادو دابا ما كيعرفوش الساقيه كيجيو من شي بلاصه اخرى. كيجيو من بلاصه اخرى كيجيو تيعوموا هنا. الدراري ما عارفينش. كيجي كيعوم كيبقى له هذا المشكل مسكين تيغرق تيكون بوحدو تيغرق داير له بيدوات بجوج هبطوا له ديك البيدوات مشى مسكين الله يرحمه. واخا بالنسبه لهاد الساقية ديما كتجر الدراري؟ ديما كتجر اللي جا براني ما كيعرفش يعوم كديه اللي جا براني ما كيعرفش يعوم كديه. مثلا يداروا مثلا ميتر ناجور ولا دير شي رايه؟ لا ما كاينين الساقية كبيرة راه جاية من القنصرة وجاية هكا علينا حتى سيدي قاسم ما عمرهم غيسدوا شي حاجة يديروها هكا ما عمرهم غيسدوها. دابا مسكين كون قال شي لابيسي كما يجي يصب ما يجيش كون لابيسي ما غايجيش مسكين حرقاتو الشمس حرق الصدر راه جا تيتبرد. جا مسكين تيجيو الدراري تيديروا بوادا تيعوموا ما كانش شي واحد يتعرف معاه ما كانش واحد يتعرف معاه غينقدو. واخا اللي مش في التدخل البطولي ديال الشباب ديال المنطقه اش هكا ديما غياب الوقايه المداريه ديما هكا يعني هاد المنطقه هاد المنطقه ديالنا ديما ما تواصلوش مع الناس ديال الانقاذ تواصلوا ما جاوش كاع حتى الان باقا حنا جبدوا الدري وما تلوش ساعتين ما قالوا ما جاوش ما جبدوش جاو الدراري ولا الدوار كيطوعوا كالشباب كيطوعوا كيجبدوا كيعرفوا يعوموا كيجبدوا جبدوا مسكين. واخا هادشي اللي دايرين دابا هو مسكين جاي يعوم جا مسكين الدري راه كبير في عمره راه جاي 17 عام ولا 16 عام هادشي خويا كتوقع هاد الحالات اللي ما كيعرفش يعوم ماشي غير دابا هاد الحاله الاولى راه عدد ديال الحالات كيجيو اللي ما كيعرفش يعوم براني كيمشي. واخا باش يتجنبوا هاد الغرق ديال هاد الشباب شنو خصو يدار في هاد المنطقه ديال الساقيه؟ يديروا هما لابيسينات يقوم في الاحياء الشعبيه بنادم كان عنده لابيسين ما غايجيش مسكين
كان عنده لابيسين ما غايجيش، ما يتحركش حركاته استاذ الشمس كيجي يعوم، ما عندوش الماده باش يمشي للبحر ولا باش يمشي باش غيمشي. يلا بنادم كافي مع السير باش غيمشي للبحر، باش غيمشي يتبحر مع ولادو، واللي لاباس عليه راه كيدي ولادو كيمشي للبحر. هذه الدنيا اخي، وشكرا وسمحوا لينا. الله عليك تبارك الله عليك. درنا صوره حتى مؤثره، صوره مؤثره عند اللي يلا جبدوا الجوته، اللحظه ملي بغا يجبدوا الجوته كان السفر امني كبير، حضور الدرك الملكي، كذلك رجال قوات مساعده اعوان السلطه، في غياب تام لرجال الوقايه المدنيه اللي ما حضروش من اجل على الاقل ارقاد هذا الشاب. كنت قلت بانه ساعتين هو غارق في هذه البلاصه هذه. اذا برافو 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 رجال الدراري ديال المنطقه ديال بلحسن، برافو برافو الدراري ديال ولاد بلحسن التابعه للجماعات ديال الدار العمري، اللي داروا واحد العمل بطولي ولكن الاقدار كسبت عليه باش يموت مسكين. اذا في انتظار حضور سيارات نقل الاموات من اجل نقل الجثه الى مستودع الاموات من اجل التشريع. السلام عليكم. السلام عليكم. دوز معنا سيدي، دوز معنا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. شنو وقع؟ ولا وقع هو قدامك انت تشوفوا الساكه ديما كل عام دي جوج ثلاثه ديما غادا بعباد الله. واش كدي ولاد بلاد ولا البرانيين؟ لا ولاد بلاد كلشي تيعرف الصغير، من الصغير من خمس سنين تيتعلموا الدري عندنا هنايا، ولكن اللي جا البراني تيموت فيها. واش ما كاينش مراقبه؟ ما كاينش مثلا. واش المراقبه؟ الساكه فيها مراقبه. واش هذا خناك بلا الساكه اللي غادا سيدي قاسم ما يراقبوش حق الدنيا. دابا الدري جا من واحد القنت. لا مسكين راه حرقات الشمس جا من دوار خرج لهنايا يعوم مع الدراري راه ما تيعرفش. اجل ديالو تحد هنا وصافي هادشي اللي غنقول. واخا شكون السبب ديال هذا الشيء دابا اللي وقع لهذا الدري وقع للدري؟ عصاد ما كيتسببش. شكون السبب؟ لا لا الدري يكون مثلا قا مثلا مرافق اخرى كل قلا بيسين كل قلا بيسين كل شي حاجه واش غايجي لها؟ ولا لا بيسين والسيستم ما فيهش لا بيسين بيني وبينك هنا شي حاجه والمواد حتى ما كيجي طلبوا 15 يوم يحبسوا عليك. باش الشباب الوقايه المدني ما حضرهاش. اودي عشان هي حضرت شحال لا على الاقل يحضروا. اجي يديروا نمشيو شي نشوف فيك. الدراري اليوم احسن من الوقايه. احسن عندنا الدراري احسن من الوقايه احسن من كل شيء. عندنا الدراري تيعوموا احسن وتيعرفوا الدراري بزاف. هما الدراري جاو جبدوا في البلاصه. مشاو تيقلبوا لا باقي انا غاتجبدوا. واخا اللحظه ملي شتي مسكين طلع طلعوا كيفاش كان الشعور ديالك؟ احساس الله يحسن العون الوالدي. ما تقدرش تشوفوا داك الشيء والله. احساس والدي هذا الشيء اللي نقول لك والدي مساك الله يحسن العون ومساكن في هذه الساعه وخوته وخواهم الله يحسن العون. ولا فوت لا ماشي هو المنطقه ولا فوت ديال بوه زهانه تيسكن زهانه ولا فوت ديال بوه امه باقي صغير لا ما يرخيوش ولدهم والدين راه خير مشى يستجمم مشى تعرف شي عوم تعرف شي عوم تعرف شي عوم كاين شي عوم كاين شي عوم كاين عوم الحاره بزاف ولا الحاره اش غيديروا عجل عجل ها يا الوقايه حضرت سيارة نقل الأموات من أجل نقل الجثة إلى مستودع الأموات من أجل التشريح الطبي. إذا نقل الجثة الآن إلى عبر سيارات نقل الأموات من أجل التشريح الطبي. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لحظة نقل الجثة إلى سيارات نقل الأموات إلى المستشفى الإقليمي من أجل التشريح الطبي. إذا لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا من يتحمل المسؤولية ديال هذا الشاب؟ ماشي الشاب الأول ولا الشاب الثاني ولا الشاب الثالث، دائما تيغرقوا الدراري في هذه الساقيه. كنطلبوا من المسؤولين باش ياخذوا الاعتبار الوضعيه ديال الناس اللي كتقهر في هذه الحراره، هذا حتى هما كيبغيو يجيو يستجمو. الشاب اللي غرق في الاثناء. اذا لا حول ولا قوة الا بالله العظيم. الله يستودع الاموات. لا حول ولا قوة الا بالله العظيم. لا حول ولا قوة الا بالله العظيم. اذا انا لله وانا اليه راجعون.